سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اولى فيديو ديال اليوم تلقاكم ان شاء الله في صحه جيده وفي اي حاجه كتمنوها. ما كنبغيش نغبر عليكم البنات، ولكن للضروره احكام. الوغ الفيديو ديال اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف. هذه الوصفه هذه خاصه بهذه المنطقه ديال حول الفم، السواد اللي كيكون عندنا حول الفم، ماشي عند الناس كاملين بيان سور، مي سورتو الناس اللي عندهم البشره داكنه ولا السمراوات كما كنقولوا. علاش هذه المنطقه هذه كتولي داكنه سورتو هنايا؟ سي ان بروبليم ديال قله الترطيب. هاد الجفاف ديال هذه المنطقه هذه تقدر تجي كما كنقولوا حنايا فاش في يامات البرد وما كترطبيش كتحسي بهنا بحال كيتجرح. دونك هاد المنطقه خاصها ترطب ريغولييرمون. هذاك الشيء علاش الوصفه ديال اليوم غادي تساعدنا باش اننا نحميو هاد المنطقه هذه، نردو ليها هذيك الرطوبيه ديالها، و اميمطون غادي نقضيو على السواد ديال هاد المنطقه هذه. دونك غادي نحتاجو الوصفه ديالنا اليوم فازلين، غادي نحتاجو جل دو الويفيرا، غادي نحتاجو زيت اللوز الحلو، وغادي نحتاجو كذلك الكركمة. دونك غادي نبداو على بركة الله نخلطو المقادير كلها دون ان بتي بول. دونك غادي ندير كلشي في ان بتي بول وغادي نخلط. من بعد غادي نوريكم المرحلة ديال وضع الماسك ولا الخليط، شحال ديال الوقت خاصنا نخليو. دونك هنايا دون ان بتي بول حطيت واحد شويه ديال فازلين، زدت عليه كذلك شويه ديال لالوي فيرا. انتما كتشوفوا معايا، سي دوماج كو حطيت لو بتي بول في البيض دونك ما كيبانوش. دابا غادي نزيد عليهم واحد القطرات ديال زيت اللوز. فوالا، ما كاينش واحد المقدار معين. دونك ديكو تقدري تحطي على حسب نتيا واش بغيتي تحتفظي به ولا دير عليه شويه. دونك من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال كركيمه. اولا لا ماشي شويه، هذا اللي درت سي با غراف. الوغ من بعد غادي نخلط الخليط ديالي مزيان. فوالا البنات، دونك من بعد ما ساليت التخلاط ديال هذاك الخليط، دونك المكونات ها هما تجمعوا كيجي شويه صفر، قلنا فازلين زيت اللوز لالوي فيرا والكركم. دونك تنمشي البنات غير لهاد المنطقه هذه هنا هنا المنطقة كلها اللي ممكن يكون فيها سواد. واخا تقيسي بيه لي ليفغ ديالك ما عنده ما يطرى لك. دونك تنحطو على المنطقة كاملة اللي فيها سواد وكنركز على هاد البلاصة هادي. فوالا البنات، دونك من بعد ما خليت الخليط ديالي في هاد المنطقة هادي كتغياجي باش نحصل على غيزولطا بوندون 15 مينوت، غادي نبدا نحيدو هاد لاسباتول هادي اللي حطيت به في الاول. بحال هكا مع كيجي مزيت، فيه زيت اللوز وفيه الفازلين، دونك تيجي مزيت. ودابا غادي نضف المنطقة وغادي نرطبها ونرجع لكم. من بعد ما غسلت الماسك ديالي غادي نرطب، ولكن اول حاجه بغيت نقول لكم بان المكونات اللي استعملت مكونات طبيعيه وجميله للبشره، دونك كنصحكم بها. بالنسبه للناس اللي عندهم هذاك السواد ديال اللي حول الفم اللي كيجي قلت لكم بزاف ديال الاسباب، كاينه اللي معروفه وكاينه اللي ما معروفاش، يقدر يكون مرض، مي كي طونط غيان غيان كوموندي. هادو كلهم وصفات طبيعيه الا ما نفعتش ما غاديش تضر. دونك فوالا، دابا ما عليا غير نبدا الترطيب ديال المنطقه
و فوالا هادشي اللي غادي نقول لكم. غادي نحط لا كريم ديالي. الوغ هنا بالنسبه للترطيب غادي نحط لا كريم اللي كنحط انا دائما، دونك غادي نحطها على لو فيزاج ديالي كله كوم جو في تو لي جوغ. و غادي نحاول نوسع حتى على هذه المنطقه هذه. دونك فوالا كانت هذه الماسك ديال اليوم. دونك جوبلي با اوسي انني نرطب كذلك الشفايف ديالي باي حاجه نتوما كترطبوا بها، ان بوم ان تريتمون الا كان عندكم، زيت، سيروم، شوفوا نتوما باش كترطبوا، فازلين، كاين فازلين ديال 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 الشفايف. دونك انا كذلك غادي نحط هذا. هكا غادي تكون لا فيديو ديال اليوم شرفات على النهايه ديالها. دونك كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، نتمنى بان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تجربوها وما تنساونيش كذلك من اللايكات ديالكم باش تشجعوني نعطي اكثر. خليو لي دي كومونتير الى عجبتكم لا فيديو، الى ما كنتوش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد على قناتي ماي ليدي بوتي ناتشورال.